خوتي في هذا الفيديو غادي نشوفوا تصريح او القرار ديال اللجنه العلميه فيما يتعلق باغلاق الحدود. كاين ترويج على ان السلطات المغربيه غادي تغلق الحدود من جديد، يعني بسبب ارتفاع يعني الاصابات ديال كورونا. غادي نشوفوا هذا الخبر اللي كما قلت لكم يعني كاين ترويج على ان الحدود ستغلق من جديد، وغادي نرجعوا يعني البيدوفيل ديال الجديده، لان يعني قاضي التحقيق استمع للبيدوفيل بحضور الاطفال الضحايا. غادي نهضروا على هاد جوج ديال المواضيع قبل ما نمشيو للتفاصيل كما العاده. ما تنساوش اخوتي اللايكات ديالكم ونمشيو للتفاصيل، لانه يعني تقال على ان يعني هاد البيدوفيل ديال الجديدة يعني طلقوا الصراح ديالو، وهذا الشيء يعني كله كيد في كيد. دونا اللايكات ديالكم ونمشيو للتفاصيل ونشوفوا شنو قالت اللجنة العلمية فيما يتعلق بإغلاق الحدود. خوتي المغاربة والجالية المغربية في كل مكان، سلام الله عليكم وتحية طيبة للجميع. ما كتشاهدوا اخوتي مرة اخرى، حنا يعني استاموس ان ديال 29 اغسطو ومازالين يعني هنا في المغرب الحبيب، يعني باقيين كتشوفوا حنا في الدار ديالنا هنا، ما متخوفين من اغلاق الحدود ولا شيء من هذا القبيل. هنا قبل ما نمشيو للموضوع ديال هذا الترويج ديال انه سيتم اغلاق الحدود من جديد، نهضروا اولا على البيدوفيل ديال الجديده، حيث قاضي التحقيق استمع الى هذا البيدوفيل واستدعى كذلك الاطفال الضحايا، والقاضي يعني ما عطاش حتى 10 ديال الدقائق لهذا البيدوفيل، لانه جد متاكد يعني من التهمة اللي منسوبة لهذا البيدوفيل، وتقال على أنه يعني هذا البيدوفيل حر التعليق، على أنه تم يعني إطلاق السراح ديالو، وهذا الشيء يعني كله كذب في كذب باش يبينوا على أن المغرب ما كاينش كما العادة، داك الأكاذيب ديال اللي اعتدنا عليها يوميا أخوتي. المهم هنا شرع قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف مدينة الجديدة اليوم الأربعاء في التحقيق التفصيلي في ملف من بات يعرف ببيدوفيل شاطئ الجديدة. حسب المعطيات التي توصلت بها هذه الصحيفة الإلكترونية، فإن مدة التحقيق مع المتهم رئيس الجمعية الرياضية الذي قام بنقل أطفال صوب الجديدة في إطار مخيم لم تتجاوز 10 دقائق. التحقيق يعني او المده ديال التحقيق لم تتجاوز 10 دقائق. ولفتت مصادر الى ان سرعه التحقيق مع المتهم تفيد باقتناع قاضي التحقيق بالمنسوب الى المعني بالامر من خلال الفيديو الذي تم توثيقه، وكذلك التصريحات التي تم تقديمها في مرحله سابقه من طرف المتضررين. واشارت المصادر نفسها أن قاضي التحقيق استمع إلى الطفل الضحية البالغ من العمر 13 سنة، وذلك بحضور والدته، حيث قدم تفاصيل ما جرى وكان يجري خلال أيام التخيم بالشقة المكترة. وأوضحت مصادر هذه الصحيفة أن قاضي التحقيق استمع أيضا إلى والدة الطفل على انفراد بعدما كان استمع لها رفقة ابنها، حيث قدمت تفاصيل تنقله وباقي الأطفال إلى الجديدة. وبخصوص وضعية الطفل النفسية، أشارت المصادر عينها إلى أنه ما زال يحمل غصة في نفسه جراء هذه الواقعة التي أثرت عليه وعلى أصدقائه الذين كانوا في هذا المخيم. وقرر قاضي التحقيق تسجيل النظر في القضية إلى غاية 20 من سبتمبر المقبل، وذلك من أجل إحضار كافة الضحايا للاستماع إليهم، فيما من المرتقب في حالة عدم حضورهم إحالة الملف على جلسة الموضوع. وفي سياق متصل علمت الجريدة أن الضحايا المفترضين سيستفيدون من دعم نفسي تشرف عليه إحدى الجمعيات بتنسيق مع السلطات المحلية بعمالة سيدي البرنوسي.
وانتصبت جمعيات مطقيش ولدي كطرف مدني في هذه القضية لمؤازرة الطفل المعني وباقي الضحايا، إذ حضر دفاعها في هذه الجلسة، فيما ينتظر أن تنتصب جمعيات أخرى في الملف. المهم الخلاصة من هذا الشيء كامل هو أنه تقال على أن هذا البيدوفيل تم يعني الإطلاق ديال الصراح ديالو، أنه حر طالق اللي بغينا نوصلكم، وأن هذا الشيء اللي تقال كله كذب في كذب، وحنا عارفين يعني الأسباب، علي الأمور واضحة. هذا السيد يعني راه ماشي في حالة صراح، السيد راه في السجن مالي، والتحقيقات جارية بلا ما نبقاو نكذبوا على الناس باش نشوهوا صورة ديال المغرب، انه يعني تم اعتداء على الاطفال هذا وطلقوه، ما كاينش هادشي هذا اخوتي اللي كاين، وهو تحقيق جاري وانتم سمعتوا شنو كاين. هذا الموضوع ديال هذا البيدوفيل، يعني بغيت نهضر على هذا الموضوع لانه صاحب هناك يقول باللي راه طلقوه الصراح ديالو، هادشي كله كذوب اخوتي. ودابا نمشيو للموضوع الثاني ديال الترويج كذلك لإغلاق الحدود. هنا اللجنة العلمية المغربية تستبعد، وهذا الشيء هضرنا عليه البارح، تستبعد إغلاق الحدود بسبب ارتفاع إصابات كورونا. هنا علمت هذه الصحيفة من مصادر يعني جيدة الاطلاع، وحتى احنا سولنا أن أنباء تروج بقوة على مستويات عدة حول قرار محتمل يقضي بتنفيذ حركة الدخول إلى المغرب في الأيام المقبلة. كيهضروا بعدا غير على الدخول ماشي الخروج من المغرب، وهنا في الأيام المقبلة، وذلك بسبب التداعيات التي تعرفها جائحة كورونا على المستوى العالمي وارتفاع معدل الإصابات في البلاد. ووفق المصادر ذاتها التي لم ترغب في كشف هويتها، فإن الأنباء المذكورة تروج بقوة في أوساط العاملين بميناء طنجة المتوسط الذي يمثل حلقة الوصل بين المغرب وأوروبا، ويرتقب أن يصدر القرار بعد استكمال عملية عودة المغاربة. يعني إذا كان شيء قرار بعد عودة جميع المغاربة وبعد استكمال عملية العودة بالي إلى بلدان الإقامة خاصة في الدول الأوروبية، وذلك تفاديا للارتباك الذي يمكنه أن يواجه الأسر المغربية بسبب ارتباطها بالعودة لاستئناف العمل والدخول المدرسي للأبناء. وربطت الاتصال بأكثر من عضو في اللجنة العلمية لمكافحة جائحة الكوفيد، ونفوا جميعا بشدة وجود أي قرار بهذا الخصوص، مؤكدين أن الوضع الوبائي مستقر في البلاد. نعاود يعني نفوا جميعا بشدة، يعني جميع الأعضاء ديال اللجنة العلمية كلهم بإجماع نفوا بشدة بالي أي وجود لهذا القرار بخصوص وجود أي قرار بهذا الخصوص، مؤكدين أن الوضع الوبائي مستقر في البلاد. علي؟ وقال أحد أعضاء اللجنة عدم ذكر أسمه لأنه غير مخول بالحديث للصحابة أن الوضع الوبائي مستقر وليس هناك أي قرار حتى الآن يصب في اتجاه إغلاق الحدود لوجه القادمين من الدول التي تعرف، كيهضروا على القادمين ماشي بعدا اللي غادي يغادروا، انتشارا كبيرا للمتحول الجديد. علي؟ يعني الامور جد واضحه، ما عندكم اللي تخافوا. علي؟ يعني هذا جوابا على المروجين ديال ان السلطات المغربيه ستغلق الحدود من جديد. واش فهمنا؟ هذا كانت كتوضيح، المقال باقي طويل ما غاديش نطولوا في المقال. المهم الاضافه ديالي كنخليها حتى اخر الفيديو جوابا. عييت والله العظيم يا مي كنصاوب على واحد الزنديق اللي يعني الفيديوهات ديالو كلها مثلا اذا جاوب عليا شي جاوب عليا كرش الشرط السلسله الكرش الشرط السلسله، وكأنه يعني اذا كان انسان غليظ راه هو بحال اللي مرتكب شي جريمه، يعني والو زيرو الشرط السلسله كرش عندك الكرش عندك عندك صافي صافي، ملي كيسال الكرش السلسله هذا يعني ملي كيجاوب على حتى شي حاجه من الاسئله اللي كنطرحهم، السنس كرش يماك ختك ختك ساكنه يماك ما عرف شنو، هذا مع العلم انني ما غاديش نجبد لا يماك ولا ختك، يعني عندي بزاف اللي تقال، ولكن انا ما ماشي من عادتي انني غادي ندخل في هذا الكرش السلسله الشرط قصير يا اسطى، ضحكتكم عملوا لي لايكات صافي.
اما الاخبار كل شيء كذب في كذب. واخا كنوضحوا الاثمنه واخا كنوضحوا داك العاده ديال لوميزون موي كانسينو تكرار. المهم اخوتي انا ما نطولش عليكم بزاف كاين بزاف ما يتقال ولكن يا لان ما كاينش كتقول باللي انا يعني انت كتسبقني دائما اخر مره جايبين سنوات وانت كتضرب في كلشي ماشي انا اخر مره هضرت على الفيديو ديال ان كاين سرقه في الطريق وفعلا كاين سرقه في الطريق هضرنا على واحد الباطو بانه تمت السرقه ديال ابناء الجاليه المغربيه ووضحنا لا في الفيديو ولا في التعليق باللي الفيديو يعني التاريخ ديالو ما معروفش ما كنقولش دابا تخرج لا غدا خرجتي كتجاوبني كاين اللي كيعطيوك هاد الفيديوهات باش تجاوبني لا خرج لا غدا خرجتي وبديتي كتقول كذوب يعني ناسيك انا مره شحال هادي عقبت ضربت فيا اول مره ضربتي فيا هو انت ضربتي فيا بجوج ضربت على الارباح وعلى المغابط وعلى هذا وهذا بجوج اما انا باش خرج الاول بجوجتك داك الساعه داكشي ديال الدقداقي وهذا ومن بعد سكوتنا عاود كتبقى عاود كتجبدني عاود كنجاوبك باش انا نجبدك لك لا ليك ولا من غيرك راه مستحيل يعني انت كتجبد كنجاوبك انت الاول وماشي غير عليا على كل شيء كتقلب على كل شيء بالي يعني كينطابق عليك داك المثل الشعبي ديالنا ضربني وبكى وسبقني وشكى ولكن كتضرب واذا جاوبوك بقى تقلب الكرش السنسله الشرطه يمك اختك زيرو المهم اخوتي وهذا هو اللي كيروج لاغلاق الحدود وكيروج باللي البيدوفيل يعني تم يعني اطلاق السراح ديالو بلا ما ندخل في التفاصيل المهم كنخلي يعني دقيقه ارد عليك شي انت كتعمل فيديو فيها 40 دقيقه كامل الشرط كرش تشكيك تدرجوج الهضره السلسله الشرط الكرش صافي ضحكتكم عملوا لي اللايك ومن بعد كتقول لها يضحكوا عليك ولادي انت كامل ضحكه صاحبي كلشي كيضحك عليك والله العظيم بهلوان يعني كتعمل الحلقه ديال جامع الفنا والسواء خوتي تهلاو براسكم امسيه سعيده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.